دايما الناس تسال هو شرط ان الحكم يكون لعيب كوره؟ احنا في حاجه كويسه جدا عندنا في مصر طبعا الله يرحمهم المسؤولين عن التحكيم زمان حطوه انه من ضمن شروط الدخول مجال التحكيم انك تكون لاعب كوره. ده شرط يا كابتن؟ انا شايف ان هو مفيد عشان السنس. مش السن، السنس. السنس عشان فهم قانون كره القدم، عشان معايشه اللعب، عشان انا من خبرات لعبي بتعرض او بتحصل حاجات كتير جدا تفيدني وانا باخد قرار وانا حكم. لا، ليها فوائد كتير جدا. اكيد في حكام على مستوى العالم نجحوا وهم ما كانوش لعيبه كره قدم، وفي دول كتير ما بتطبقش هذا الكلام، لكن هذا الموضوع انا من وجهه نظري شايف انه موضوع مهم جدا لحكم كره القدم، انه يكون مارس لعب كره القدم اللي هتفيده في حاجات كتير قوي بتحصل في الملعب يقدر يجيب النتيجه منها من خبراته كلاعب. فالموضوع مهم، واحنا في مصر هنا ملتزمين بهذا الكلام. الالوان تخلي الحكم دايما يفكر. ما هو ده الفرق بين حكم وحكم يا سيف. الفرق بين حكم وحكم، وانا بقول حاجه يمكن في ناس كتير تزعل مني فيها، اللي انا دايما بقول انه حكم كره القدم من ساعه ما لبس اللبس بتاع التحكيم لغايه لما يتوفاه الله شخصيته ما بتتغيرش، قدراته ما بتتغيرش، ادوات اللي ربنا اديها له، الفهم، الشجاعه، تحمل المسؤوليه، عدم استجابه للضغوط، القوه في الاداء، الامور في جزء كبير منها على فكره راجع للطبيعه، طبيعه البني ادم ربنا سبحانه وتعالى اداها له من البدايه، وفي جزء بيبقى مصنوع بقى اللياقه البدنيه، يهتم بلياقته البدنيه، يتفرج كتير، يقبل نصايح، في واحد يجادل، واحد ما يجادلش، واحد بياخد الامور ببساطه، واحد بيعقد الامور. لكن مليون في الميه، مليون في الميه اكيد في ناس بتتاثر، ما بتضحكش على بعض. بس مش هو عايز يتاثر، انت عارف هو مش عايز، لكن التشكيلة القدرات اللي انا قلتها عندك دي اكيد في حد بيبقى عنده حاجه زياده شويه، حد عنده نقص في حاجه شويه، ففي لحظه معينه بتتسلل ليها الموقف فبيأثر على نقطه الضعف اللي عنده دي فبيفشل فيها. موقف الفريقين في الجدول يأثروا دايما على الحكم، يخليه يفكر. يعني انا بالنسبه لي سالني عن نفسي، انا بتكلم باسئله، انا بالنسبه لي بتعامل مع في مسابقه الدوري الممتاز بتعامل مع 18 نادي، معلش مصطلح النادي الكبير، النادي الكبير موجود وعلى دماغنا من فوق، بس مصطلح النادي الكبير والنادي الصغير ده مش موجود عندي، سواء وانا حكم او انا مسؤول. في تعيناتك للمباراه الصعبه، الافضل فنيا ولا الاقوى شخصيه؟ لا، في حاجات تانية كتير غير دي ودي. ايه بقى المناسب للمباراه؟ انا كلامك بقى بمنطق الايه فلسفه التعامل كرئيس لجنه او كواحد بيعين المباريات. يهمني جدا انه في الفتره الاخيره هذا الحكم ما عندوش مشكله مع هذا النادي او ذاك النادي. ده شرط؟ مش شرط، بتفرق. بتفرق. يهمني جدا انه هذا الرجل يكون المباراه واسمها واهميتها، يكون هذا الرجل نسبة مقاومة الضغوط عنده عالية جدا. عالية جدا. أهم من الفنيات أحيانا.